ويجب على من يستطيع أن ينصحهم وأن يرشدهم إلى الحق وأن يحذرهم من هذا الباطل، هذا هو الواجب. ولا يجوز التعاون معهم في هذا الفساد، لا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر، فيجب أن ينصحوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق الوخيم، يجب أن يتركوه وأن يدعوا المسعي والفقيه وجميع من بن لادن وجميع من يتعاطى الطرق الفاسدة، يجب أن يحذروا من هذه الطرق، ويجب أن لا يتعاون معهم، ويجب أن ينصحوا حتى يرجعوا إلى الصواب، حتى يرجعوا إلى الحق، حتى يدعوا ما هم فيه من الباطل وأسباب الفرقة والاختلاف. كل من يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن يجب خذلانه وعدم التعاون معه والتحذير منه وإماتة جميع ما ينشره والقضاء عليه، هذا هو الواجب. ولا يجوز التعاون معهم في هذا الفساد، هم دعاة شر عظيم وفساد كبير.